تعال، انت مع مين كنت عم تحكي؟ ما سمعتك. لا سمعتني. مع مين كنت عم تحكي؟ يعني بتعرف اني سمعتك وما عم رد عليك وبترجع بتسألني مرة تانية. غريبة وقاحتك يا رجل. جواد جاوبني. ما خصك. خصني. لما كون قبلت بخطتك واجيت على لبنان بدي اعرف مع مين عم تحكي. اوعى تجرب تلمسني مرة تانية، لأنه إيدك هاي وسخة ومعباية دم. جوي! جواد! لو تركي ما كنتوا هيك! ماشي معي! عم تتخانق وهلأ وقتها! خلص! خلص! خلص يا من! تركو! طلع معي لفوق! تركو يا من! بيك شي صار لك شي؟ هو اللي غلط معي. ايه بتقوم تضربه يعني؟ لا والله، بدر له خدي التاني. ايه انا لو محلك كنت مبدل له خدي التاني وخليه يضربني مرتين وثلاثة واربعة تيفش خلقه. فكرك انا كم مرة مادي خدي للناس وعارفة انهم يفشوا خلقهم، بس اوقات نكون اوعى من اللي حوالينا ونستوعب ضربتهم من وين جاية. حط حالك محله. الزلمة خسر عائلته من ورا كرمة، وكرمة يعني أنت. كيف بدك إياه يتقبلك بهالسهولة ويحط إيده بإيدك؟ فكرك أنا هين علي اللي عم بيصير؟ بس بنفس الوقت أنا ما دخلني. إذا هو كان ضحية عيلته، أنا كمان ضحية عيلته. ريم، أنا ما اخترت الحياة اللي أنت شايفتيني عايشة. أنا ما اخترت إني أكون مجرم. هن اللي عملوا مني مجرم من لما كان عمري 12 سنة. انت منيح؟ منيح. جواد، لأمتى رح تبقى هيك؟ كل ما تقرب مني خطوة بترجع عشرة لورا. شو اللي بعده منقصك مني؟ شو اللي مخوفك مني؟ كنت مفكرة امبارح إنه قطعنا هالمرحلة وقررنا نعيش اللحظة. ما عم بقدر سحر. كل ما أقرب منك قلبي بيوحدني. ما عم بقدر اتقبل انك مش سمر، ولا عم بقدر اتقبل كل شي حكيتي لي اياه عنك. بعتذر. بفهمك وما بلومك، بس رح يجي يوم تتقبلني. ما بعرف